السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم أجيال أندلس. اشترك في القناة حتى يصلك كل جديد إن شاء الله. معكم أسامة رز. نشوف كده نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2018، الرابط النتيجة والحد الأدنى علمي وأدبي والكليات كلها إن شاء الله تبقى موجودة في الفيديو أسفل الفيديو أو في أول تعليق أو في صفحة أجيال أندلس. ده من واقع المواقع كلها. أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، مؤكدا ان الحد الادنى لكليات الطب على مستوى الجمهوريه توقف عند 98.4%، فيما توقف الحد الادنى لطب الاسنان 97.8%، والحد الادنى لكليات الصيدله 96.8%، والعلاج الطبيعي 96.7%. وفي الشعب الادبيه توقف الحد الادنى للقبول بكليات الاقتصاد والعلوم السياسيه 96.9%، والاعلام 95%، والالسن 94.75%، والاثار 91.70%. وعلى الوزير ان طالب وحيد بشعبة علم علوم استنفذ رغباته بالمرحلة الأولى لكتاباته رغبات لا تتناسب مع شعبته العلمية، فيما تخلف عن تنسيق المرحلة الأولى 700 طالب. وأضاف الوزير أن الحاصلين على أكثر من 95% في العلوم 37,723 بنسبة 23% من طلاب هذا القطاع. وفي الشعب الهندسية الحاصلين على أكثر من 95% كانوا 11,499 طالب، يمثلوا 15% من طلاب القطاع. وفي الأدبي 6,810 يمثلوا 4% من العدد. هنشوف الحد الأدنى للأدبي. أنا نشرت فيديو الحد الأدنى لعلمي. نشوف الحد الأدبي. الحد الأدنى لأدبي هو نضغط هنا هيجيلنا على طول اوتوماتيك، يدخلك على الموقع عشان توصل للي انت عاوزه ان شاء الله. تمام، هو بس عشان النت بطيء شويه. هنشوف مع بعض اهو الحد الادنى، رابط النتيجه هنا طبعا. اهو جاء الحد الادنى لطلاب القسم الادبي الثانويه العامه. هنشوف الكليات وبعدين نشوف الرابط ان شاء الله. اقتصاد وعلوم سياسيه بالقاهره 405 405.5، كلية الألسن كفر الشيخ 397.5، دراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة اسكندرية 397، إعلام القاهرة 396، سياسة واقتصاد جامعة السويس 395.5، كلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 394.5، الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة بني سويف 394، ألسن عين شمس 392، إعلام بني سويف 392، ألسن بني سويف 391.5، إعلام وتكنولوجيا اتصال جامعة السويس 391.5، ألسن المنيا 390.5، إعلام جنوب الوادي 389.5، كلية الألسن سوهاج 389.5، كلية الألسن بالأقصر جنوب الوادي 389، الألسن جنوب أسوان 388.5، الآثار بصان الحجر جامعة الزقازيق 388، الآثار واللغات فرع مطروح جامعة اسكندرية 386، آثار القاهرة وآثار دمياط، آثار القاهرة 385.5، آثار دمياط 383.5، آثار الفيوم 382.5، تربية المنيا 381.5، تربية الزقازيق 380.5، تربية عين شمس 380.5، كلية الآثار بالأقصر 379، تربية طنطا 378.5، تربية اسكندرية 378.5، كلية الآثار سوهاج 377.5، تربية بنها 377.5، تربية شبين الكوم 377، آثار قنا جنوب الوادي 377، تربية بورسعيد 376.5، كلية الآثار جامعة أسوان 376، تربية دمنهور 373.5، كلية العلوم الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق 372.5، تربية ابتدائي المنيا 372.5، تربية حلوان 372، تربية السادات 372، تربية ابتدائي الزقازيق 370.5، تربية قنا جامعة جنوب الوادي 369، تربية كفر الشيخ 368.5، كلية التكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد 366.5، تربية المنصورة 365.5، كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بني سويف 365.5، تربية ابتدائي عين شمس 365، تربية ابتدائي بورسعيد اللي هو التعليم الأساسي يعني 364.5، تربية طفولة مبكرة جامعة الزقازيق 364.5، تربية الفيوم 364.5، تربية ابتدائي طنطا 364، تربية سوهاج 363.5، تربية أساسي اسكندرية 363، تربية أسيوط 362.5، تربية بني سويف 362.5، تربية ابتدائي شبين الكوم 361،
كليه البنات تربيه عين شمس 361، تربيه ابتدائي بنها 359، تربيه طفوله طنطا 357، اداب القاهره 357، تربيه الاسماعيليه 356، تربيه تعليم اساسي حلقه ابتدائيه حلوان 355، اداب عين شمس 355، تربيه العريش 354.7، تربيه ابتدائي السادات 354.5، ابتدائي كفر الشيخ 354.5، نوعيه المنيا وتربيه طفوله مبكره المنيا، ودول نفس المجموعه 353. كليه بنات تربيه ابتدائي عين شمس 352، وتربيه طفوله اسكندريه 52 برضو، وتربيه طفوله كفر الشيخ 352، ونوعيه الزقازيق نفس الكلام 352، تربيه طفوله جامعه المنوفيه 355.5، تربيه ابتدائي دمنهور 350.5، اما نوعيه طنطا 350، وتربيه جامعه السويس 349.5، اداب بنها 349، تربيه ابتدائي المنصوره 349، تربيه ابتدائي اسيوط 349، اداب اسكندريه 348، اداب حلوان 347.5، رياض اطفال بورسعيد 346.5، تربيه فرع الوادي الجديد 346.5، تجاره القاهره 345.5، رياض اطفال المنصوره 345.5، كليه حقوق المنيا 345.5، سياحه وفنادق اسكندريه 345، تربيه طفوله مبكره جامعه بني سويف 344، كليه رياض الاطفال اسيوط 343، تجاره اسكندريه 342.5، كليه بنات شعب الطفوله عين شمس 342.5، تربيه ابتدائي الفيوم 342، اداب العريش 341.7، تجاره عين شمس 341.5، تربيه طفوله المبكره جامعه السادات 341.5، نوعيه كفر الشيخ 341.5، تربيه طفوله مبكره فيوم، وتربيه ابتدائي بني سويف نفس الكلام 340، نوعيه اسكندريه 339.5، تجاره جامعه دمياط 339، تربيه ابتدائي قنا جامعه الوادي 337.5، تربيه ابتدائي الاسماعيليه 337.5، كليه اداب بورسعيد، وتربيه رياض اطفال جامعه حلوان نفس الكلام 337، تربيه اسوان 336.5، رياض اطفال اسكندريه طالبات 336، تجاره واداره اعمال جامعه حلوان 336، اداب انتساب موجه القاهره، وتربيه ابتدائي سوهاج، وتربيه طفوله قنا، كل دول 333، تجاره المنصوره، وتربيه طفوله الاسماعيليه، وتجاره الزقازيق 332.5، اداب الزقازيق واداب شبين الكوم في المنوفيه 332، تربيه طفوله مبكره جامعه القاهره، وتربيه طفوله جامعه دمنهور 331.5، تجاره كفر الشيخ 330.5، اداب انتساب موجه عين شمس 330، هي وكليه رياض اطفال جامعه دمنهور 330، اما رياض اطفال جامعه اسكندريه فرع مطروح 329.5، تجاره الاسماعيليه جامعه قناه السويس 328.5، تربيه طفوله سوهاج طالبات 328.5، كليه البنات اداب عين شمس 328. ده بالنسبه لكليات مرحله ادبي، الحد الادنى لطلاب ادبي. هنا بقى في رابط النتيجه بتدخل عليه من هنا كده، رابط النتيجه يكون برضو تحت الايه، تحت الفيديو ان شاء الله، او تضغط عليه كده بيدخلك على صفحه التنسيق، وده بيأهلك بعد كده اللي انت تشوف نتيجتك وتشوف اللي انت عاوزه، وطبعا انت كنت عامل عليها قبل كده التنسيق فهتدخلك اوتوماتيك على النتيجه. اشترك في القناه حتى يصل لك كل جديد ان شاء الله، والف الف مبروك لكل الطلبه والطالبات، ويا رب تكون مرحله جديده وتكون مرحله مؤهله للحياه افضل من مرحله الثانويه العامه، ويا رب يوفقكم جميعا ان شاء الله. اهو الخطوات، رقم الجلوس والرغبات والبيانات وكل حاجه اللي انت عاوزها هتلاقيها في الفيديو ده ان شاء الله، وهتلاقي الرابط تحت الفيديو او في صفحه اجيال اندلس او مدونه اجيال اندلس. اشترك وانشر فيديو حتى تعم الفائده. كان معكم اسامه رزق مؤسس اجيال اندلس، في امان الله، والف الف مبروك. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.